من بين الإجراءات برضو كان الحديث عن يعني أن يكون في انتقاء للأماكن اللي بيحصل فيها تخفيف أحمال، يعني المستشفيات لا، المواقع الاستراتيجية لا، والمقاصد السياحية لا. تفسير حضرتك لده؟ كويس ان حضرتك سالت عن المقاصد السياحيه، عشان بيتردد يعني على ثاني تصريح انا ما قلتوش ان ما ينفعش نقطع عن السائح لكن المصري يستحمل. لا طبعا، هي المعنى مش كده خالص. هو تصريح عمره ما يطلع بالصياغه دي من حضرتك خالص مبدئيا، يعني مستحيل يعني. اشكرك. هو كل اللي انا بقولته ايه يا استاذ عمرو؟ ان السائح، اي سائح بيجي مصر، هو بيقعد على مدار العام كامل وبياخد اسبوع واحد اجازه او اسبوعين، بيختار مصر كمقصد سياحي، بيحوش ثمن التذكره وبيحوش ثمن الاوتيل وبيحوش كل ده علشان يجي يستمتع اسبوع ولا اسبوعين في مصر. لا يجوز ان هو خلال الاسبوع والاسبوعين بعد ما يرجع بلده يبقى كل انطباعاته عن مصر ان الكهرباء كانت بتقطع عليه وهو قاعد في الاوتيل او بتقطع عليه وهو قاعد في المطعم. مظبوط. فدي اكيد دي اخر حاجه ممكن احنا نتصور ان احنا عايزين نصدرها عن بلدنا يا فندم. ده بعد الكهرباء ما هتقطع على السائح اللي في اي قريه في الغردقه ولا في شرم الشيخ، بعدها بخمس دقائق لو اتكررت دي هتلاقي صور انقطاع الكهرباء هي ترند في العالم، اتفرجوا السياحه في مصر الكهرباء قطع، مين اللي هيجي لك بعد كده؟ بعد كده سياحه تاني. برافو عليك، دي هتبقى رساله سيئه جدا، طبعا. وهيبقى كده مش يعني السائح بدل ما يرجع يتكلم عن الاهرامات والحضاره وكل الحاجات الحلوه دي هيبقى اللي عالق في ذهنه هي حاجه وحيده. لكن قلت ايه في المقابل؟ ده التفسير لما يعني بنستبعد الاماكن السياحيه، لكن قلت في المقابل احنا مصريين دي بلدنا، لو على كلام بقى رئيس الوزراء لو جت على الساعه ولا ساعتين خلال شهر اغسطس، بنتكلم عن شهر واحد، يعني نتكاتف جميعا ونعدي المرحله الصعبه دي. وفي المقابل الحكومه ان شاء الله هتعلن عن يعني اماكن قطع التيار وتوقيتات قطع التيار الكهربي، علشان ده كان مطلب جماهيري، الناس تقول لك انا عندي استعداد استحمل الساعه اللي خلال اليوم، بس تعرفني هتبقى امتى الساعه دي صح، علشان اعمل حسابي. لو هتقطع الكهرباء مثلا الساعه 11 صباحا ابقى انا صاحي بدري ومخلص كل الحاجات اللي محتاجه استخدام للكهرباء، وابقى قاعد مترقب الساعه دي تنتهي اللي هي ساعه قطع التيار. ده ان شاء الله هيحصل اعتبارا من يوم الاثنين، هيتم الاعلام مسبقا عن توقيتات. الناس تعرفها ازاي يا فندم؟ انا بتكلم على 27 محافظه واحياء ما شاء الله عدد كبير، انا كمواطن اعرفها ازاي ان الحي بتاعي او الشارع بتاعي هيقطع فيه الكهرباء؟ محافظه اسكندريه عملت تجربه رائده جدا، اولا كانت سباقه في الاعلانات دي، موقع المحافظه او الصفحه بتاعه المحافظه نزلت جداول تفصيليه كل شبر في محافظه اسكندريه هتقطع بيه. هاتوها لنا يا زملاء، نخلي الزملاء يجيبوها لنا دي حالا. اشكر حضرتك. أنا يعني يعني نموذج محترم ممكن احنا من خلاله نعرف ازاي يتم التطبيق. اتفضل يا فندم. ولقى هذا النموذج ارتياح، يعني في حديث عليه على السوشيال ميديا ان هم بيقدروا ذلك من جانب محافظه اسكندريه. طبعا كل المحافظات هتحذو حذو هذه المحافظه، هتعلن على 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 مواقعها ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكل المواقع الجداول بالتفصيل، كل قريه هي. كل شارع كل حي في مصر هيبقى عارف بالظبط توقيتات قطع الكهرباء.